ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله نيوز. على فكره ده تاني فيديو على التوالي من سلسله الاخبار. الفيديو اللي فات برده كان فيديو اخبار. بصراحه انا قررت ان انا ازود فيديوهات الاخبار لان انا اكتشفت ان هي بتعجبكم جدا. وكمان في سبب تاني، وهو ان في فيديوهات انا شغال عليها دلوقتي كانت المفروض ان هي هتبقى مكان الفيديو ده، ولكن انا قررت ان انا اجلها كده كام يوم لحد ما الاستوديو الجديد يجهز، لان دي فيديوهات قويه جدا عن منتجات قويه جدا وانا متحمس ليها جدا. ف بصراحة متحمس اكتر ان انا اصورها في الاستوديو الجديد. فانا بصراحة شايف ان راوتر زي ده او راوتر زي ده اكيد الريفيو بتاعهم لازم يتعمل في الاستوديو الجديد. فاكيد بقى ان انت لازم دلوقتي تنزل تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وتبقى متابع كل حاجة هتحصل في القناة الفترة الجاية. وكمان تابعنا على فيسبوك وانستجرام علشان برضو بننشر حاجات مهمة جدا هناك. واكيد برضو ما تنساش اللايك الجميل بتاعك على الفيديو دوت. ويلا بينا نبدا فيديو النهارده مع اول خبر، وهو عن باقه وي الجديده. شركه وي عملت باقه جديده يا جماعه. اخيرا بقى لنا فتره ما سمعناش عن باقات جديده ومستمرين على نفس الباقات بتاعتنا، ولحد بس من فتره كده قريبه سمعنا برضو عن باقه ماكس اللي هي في ديك 1 تيرا بسرعه 200 ميجا، ولكن من بعديها ما سمعناش عن باقات جديده. فدلوقتي معانا بقى باقه جديده قويه ومحمسه جدا. شركه وي يا جماعه عملت باقه انترنت منزلي 20 جيجا في الشهر. حتى انتوا شوفوا كده اللي هيظهر قدامكم دلوقتي ده سؤالي مع حد من خدمه العملاء في الشات. والباقه دي سعرها بالضريبه 80 جنيه تقريبا. انا من ساعه ما عرفت الخبر ده يعني انا قاعد بفكر كده ايه وجهه نظرهم وليه هم عاملينها اصلا. الغريب ان هي نزلت فتره على الويب سايت بتاعهم وبعد كده اتشالت مع الويب سايت، ولكن اللي انا فهمته من خدمه العملاء ان انت تقدر تشترك فيها عن طريق الفرع بس لو انت عميل جديد او بتشترك جديد. ايه الفكره اصلا ان يبقى في باقه 20 جيجا؟ يعني ايه لازمتها او هتعمل ايه او هتفيد الناس بايه اصلا؟ انا مش عارف بصراحه. يعني برضو كان عندي تفسير ممكن للناس اللي ما عندهاش اصلا خطوط ارضي ومحتاجه علشان الدراسه الاونلاين دلوقتي فيلاقوا حاجه رخيصه مثلا اقل من 140 جنيه، ولكن لما فكرت فيها كده لقيت ان الدراسه الاونلاين ديت محتاجه فيديوهات شغاله على طول، فمستحيل 20 جيجا تكفيهم، ده ممكن تخلص في يوم. انا حرفيا خلصت 20 جيجا وانا بجرب الشاشه 4K النهارده الصبح بتاعه الاستوديو الجديد. ما بالكوا بقى ازاي 20 جيجا هتقعد مع حد الشهر كله؟ فبصراحه انا مش لاقي تفسير ليه وي عامله باقه 20 جيجا ب 80 جنيه في الشهر، مع ان انا ممكن ادفع تقريبا 60 جنيه زياده واخد 140 جيجا. فلو حد فيكم عنده تفسير يقول لي في الكومنتات. تعالوا بينا بقى نروح للخبر اللي بعد. من حوالي شهر كده سمعنا ان شركه جوجل بتعمل كابل الياف ضوئيه علشان يكون ممر من الممرات الرئيسيه لنقل خدماتها من الشرق للغرب والعكس، ولكن ساعتها سمعنا خبر انتشر كتير جدا على السوشيال ميديا وهو ان شركه جوجل مش هتنقل الكابل ده عن طريق مصر، ولكن هتنقله عن طريق فلسطين والسعوديه، علشان على حسب الاخبار برضو ان هم متخوفين من الانقطاعات اللي بتتسبب فيها المصريه للاتصالات، ومتخوفين برضو من الاسعار المرتفعه اللي بتفرضها المصريه للاتصالات. فبالنسبه للاسعار المرتفعه فده خبر صح انا شفته في اكتر صحيفه من الصحف العالميه، ولكن بالنسبه بقى للانقطاعات اللي بتتسبب فيها المصريه للاتصالات فده الخبر مش صح تماما. الخبر اللي اتقال في الصحف العالميه ان هم عايزين بس يقللوا الاعتماد على مصر، علشان تقريبا معظم كابلات العالم اللي بتربط الشرق بالغرب بتعدي من مصر، فهم عايزين يبقى عندهم البديل بحيث ان لو حصل انقطاع في الكابلات اللي بتمر بمصر الدنيا ما تقعش، يبقى في حاجه كده احتياطي. فهو ما فيش انقطاعات، هو بس كل الفكره ان هم عايزين يبقى عندهم حاجه بديله بيعتمدوا عليها، مش كل حاجه في بلد واحده علشان لو حصل انقطاع. الخبر بقى انتشر بالعنوان دوت تخوف من الانقطاعات، فالناس فكرت ان الانقطاعات دي مصر هي اللي بتتسبب فيها او مصر ما بتحميش الكابلات البحريه دي بشكل مظبوط، ولكن لا، الموضوع ده غلط تماما. هو بس الناس اللي بتكتب العناوين بتاعت الاخبار معرفش ليه ما بتكتبهاش كامله. وبغض النظر ان احنا مختلفين مع المصريه للاتصالات في باقات الانترنت المنزلي علشان محدوده، بس ده ما يمنعش ان المصريه للاتصالات شركه قويه جدا في ملف الكابلات البحريه والخدمات الدوليه، وعندها محطات انزال على البحر الاحمر والبحر المتوسط، وكمان عندها محطات عبور كتير جدا علشان تربط محطات الانزال دي ببعض. وطبقا للاخبار العالميه فالمصريه للاتصالات عندها شبكه قويه جدا تقدر ان هي تنقل البيانات من اي مسار لمسار تاني. فلو في انقطاعات زي ما الاخبار انتشرت وان المصريه للاتصالات مش قادره تحمي كابلاتها، اكيد ما كانش زمان مصر دلوقتي تاني اكبر دوله في العالم بيمر فيها كابلات بحريه، واكيد طبعا ما كانش هيبقى في شركات عملاقه زي فيسبوك ومايكروسوفت وامازون بيتعاونوا مع المصريه للاتصالات علشان تنقل لهم الكابلات بتاعتهم. امبارح بقى بعد اخبار كتير وكلام كتير جدا عرفنا الخبر الاكيد، وهو ان الكابل الجديد بتاع شركه جوجل هيمر من مصر بالتعاون مع الشركه المصريه للاتصالات زيه زي كل الكابلات او معظم الكابلات البحريه اللي بتربط بين الشرق والغرب والعكس. واكيد طبعا ده هيساعد في تحسن خدمات جوجل في مصر بشكل كبير، ولكن يعني انتوا اكيد عارفين ان خدمات جوجل مش محتاجه تحسن، هي كده كده شغاله بشكل كويس جدا. انت ممكن الانترنت عندك يبقى بطيء اصلا واليوتيوب شغال عادي. تعالوا بقى نروح للخبر اللي بعده، وهو من شركه كوالكوم عن المعالج الجديد بتاعها سناب دراجون 480. طبعا فئه 400 هي فئه بتبقى للموبايلات الاقتصاديه،
ولكن في حاجة كده غريبة وحاجة محمسة جدا، وهي ان سناب دراجون 480 اللي هيبقى موجود في خلال عام 2021 هيدعم الـ 5G، وده معناه ان احنا ممكن نشوف موبايلات 2000 جنيه فيها 5G. اكيد ده نفس السيناريو اللي حصل لما 4G نزل. اول ما 4G نزل كان برضو موجود على الموبايلات الغالية جدا، وبعد كده دلوقتي بقى موجود على كل الموبايلات. فاكيد في سنة 2021 ده هيبقى حاجة اساسية، وتقريبا موبايلات كتير جدا حتى لو فئة اقتصادية متوسطة هينزل فيها 5G، وهيبقى الـ 5G حاجة اساسية، لان اصلا خلال عام 2021 تقريبا معظم دول العالم هتبقى بتدعم 5G، ومصر يعني اكيد او بشكل كبير الـ 5G هيشتغل فيها في عام 2021، وبس موضوع كورونا هو اللي اخر الدنيا شوية. ننتقل بقى للخبر اللي بعده، هو عن شركة ابل. فشركة ابل سجلت براءة اختراع بالرسومات اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي، وهي ان الماك بوك بعد كده هيدعم الشحن اللاسلكي، بحيث ان انت الاماكن الفاضية فيه اللي تبقى على يمين التاتش باد او على شمالها ديت هتبقى شاحن لاسلكي تقدر تحط عليه الموبايل بتاعك او الساعة بتاعتك. فدي انا شايفها حاجة كويسة جدا ومقنعة. لو شحن الماك بوك قوي يقدر يشحن الموبايل بسرعة، ويقدر يشحن الساعة ويشحن الماك بوك نفسه بسرعة في نفس الوقت. ولكن اللي مش مقنع قوي بالنسبة لي صورة الايباد اللي موجودة على اليمين دي. طب ما كده لو الايباد برضه هيشحن الساعة والموبايل، فده يبقى شحن لاسلكي عكسي من بطارية الايباد، فهل بقى هيبقى برضه بنفس السرعة البطيئة؟ لان احنا عارفين ان الشحن العكسي بيبقى بطيء جدا. فمش عارفين، هنستنى ونشوف التقنية دي لما تنزل. الخبر اللي بعده بقى هو برضو من شركة أبل، وهو اختراع اسمه إير تاجز. الاختراع دوت هو عبارة عن حاجة صغيرة جدا كده هتحطها في المحفظة بتاعتك أو في الميدالية بتاعتك أو في شنطتك، بحيث إن أي حاجة من دول لو ضاعت تقدر تعرف مكانها بسهولة بالموبايل. كمان أنت برضو لو نسيت المحفظة أو المفاتيح أو الشنطة في أي مكان، فالموبايل هيديك تنبيه إن أنت بعدت عن الحاجة دي. طبعا أنا عارف إن الحاجات دي موجودة ورخيصة جدا كمان وبتتباع على سوق جوميا، ولكن انا تجربتي معاها كانت سيئه جدا، مش شغاله خالص بشكل مظبوط. فانا متحمس لما ابل تعمل حاجه زي كده، عشان عارف ان هي هتبقى شغاله بشكل مظبوط جدا. الخبر اللي بعده هو برضو عن شركه ابل. ففي موقع تايواني اسمه ايكونوميك ديلي نيوز، والموقع ده قال ان في نموذجين اوليين من الايفون الجديد القابل للطي اجتازوا اختبار المتانه. فدي حاجه كويسه ان احنا ننتظر ونشوف ابل هتعمل ايه في مجال الهواتف القابله للطي. احنا قبل كده على فكره كنا اتكلمنا برضو في حلقه من سلسله نيوز عن الايفون القابل للطي، ولكن ما كانش لسه عندنا اخبار ان هو اجتاز الاختبارات، ولكن الاخبار كانت عندنا ان هم بعتوا بس يطلبوا شاشات. ولكن بما ان احنا دلوقتي سمعنا اخبار بتقول ان هو اتعمل الاختبارات واجتاز اختبار المتانه، فده بيدل على ان احنا هنشوف الايفون القابل للطي قريب جدا. الخبر اللي بعده بقى هو من سامسونج رسميا، وهي بتاكد ان الاعلان الرسمي لسلسله الاس 21 هيبقى يوم 14 يناير. فاكيد طبعا انا متحمس اشوف سامسونج هتقدم ايه في سلسله الاس 21، وهل التسريبات اللي احنا اتكلمنا عليها في حلقه نيوز قبل كده عن سلسله الاس 21 اللي هتظهر عندكم في الاي اللي فوق فعلا هتطلع صح ولا لا. هننتظر ونشوف. ولكن انت لو عايز تعرف التسريبات و ايه تقريبا التوقعات بتاعت مواصفات الاجهزه ديت، ارجع شوف حلقه الاخبار اللي احنا اتكلمنا فيها عن سلسله الاس 21. الخبر اللي بعده بقى وهو برضو من سامسونج، وهو ان سامسونج نشرت فيديو تشويقي جدا عن شاشات اللابتوبات، بتقول ان هي عندها شاشات اوليد لللابتوبس، فان اللابتوبس برضو تبقى شاشاتها اوليد، فدي برضو تبقى حاجه كويسه جدا. وعلى فكره سامسونج ما حددتش ان الشاشات ديت لللابتوبس بتاعتها هي بس، لا ده تقريبا اي شركه تقدر تشتري منها الشاشات دي. لو تفتكروا احنا من فتره كنا اتكلمنا عن ان الايباد الجديد هينزل بشاشه اوليد، وان كمان برضو في شاشات ال جي كبيره 50 انش وحاجات كده بتنزل دلوقتي باوليد، ولكن اسعارها غاليه جدا. فتقريبا مستقبل الشاشات في العالم على كل حاجه هتبقى اوليد، لان هي بتديك افضل الوان وافضل لون اسود، اللون الاسود فيها بيطفي تماما فبيديك واقعيه جدا. ولكن للاسف مشكله الشاشات الاوليد ان هي اسعارها بتبقى غاليه جدا. بس طبعا زي ما انتوا عارفين التكنولوجيا وهي لسه جديده تبقى اسعارها غاليه، ولكن مع الوقت بتبدا ترخص. يعني مثلا انتوا اكيد شفتوا ان الشاشات الاوليد زمان كانت بتنزل في الموبايلات الغاليه جدا، ولكن دلوقتي بدانا نشوفها في الموبايلات الميد رينج عادي جدا. فاكيد بعد كده لما تنزل شاشات اوليد مثلا للتلفزيونات واسعارها غاليه جدا، بعد كده هتنزل في تلفزيونات ويبقى سعرها رخيص. الخبر اللي بعد كده بقى هو من شركه ديل. فشركه ديل اطلقت لابتوبس جديده، ولكن فيها فكره عبقريه بصراحه، وهي ان الكاميرا بتاعت اللابتوب نفسه مش كاميرا موجوده على طول كده زي الموبايل او زي اي لابتوب عادي، ولكن الكاميرا ديت ليها شاتر بيقفل ويفتح، بيفتح لما انت تكون عايز تستخدم الكاميرا، وبيقفل لما انت تكون ما بتستخدمش الكاميرا، علشان حمايه الخصوصيه ومفيش اي اب يقدر يستخدم الكاميرا وانت مش واخد بالك. طول ما انت مش محتاج الكاميرا هتلاقي الشاتر قافل والكاميرا مقفوله مش تقدر تشوفك تماما. ده طبعا هيريح ناس كتير جدا من الناس اللي كانت بتلزق الكاميرا بتاعت اللابتوب باي حاجه علشان مش ضامنه ان ممكن حد يكون بيشوفهم في اللحظه دي،
وكمان شركة ديل عملت حاجة في اللابتوب ده، وهي ان المايك بتاع اللابتوب نفسه تقدر تقفله يدويا، في زرار بتقفل المايك منه تماما، فبالتالي المايك ما بيبقاش شغال ولا يقدر يسمع صوتك. فدي بصراحة حاجة كويسة جدا في حماية الخصوصية، ولكن احنا مش عايزين الحاجة دي تبقى هاردوير، عايزين من السوفتوير نفسه، وان الشركات اللي بتقدم السوفتوير تحمينا من الشركات اللي كل هدفها ان هي تتعدى على الخصوصية بتاعتنا وتتجسس علينا 24 ساعة. احنا شفنا خطوة كويسة جدا من شركة ابل، ولكن اتمنى بقى اشوف من الويندوز بعد كده حاجة زي كده من شركة مايكروسوفت، واتمنى اشوف اندرويد تعمل برضو حاجة زي كده. الخبر اللي بعد كده بقى هو عن واتساب. فواتساب لأول مرة في التاريخ يسجل 1.4 مليار مكالمة صوت وفيديو في يوم واحد، وهو طبعا يوم رأس السنة، ودي تقريبا نسبة 50% زيادة من رأس السنة اللي فاتت. طبعا السبب في ده يرجع لأن الناس كلها قاعدة في البيت ومحدش خرج في رأس السنة، فكل الناس حابه تتواصل مع بعضها عن طريق السوشيال ميديا. بالنسبة بقى للماسنجر فهو حقق ضعف الرقم اللي حققه في رأس السنة اللي فاتت. الرقم هو مش كاتبينه بالظبط كام واحد عمل مكالمة في اليوم ده، ولكن هم كل اللي صراحة بيه ان ده ضعف الرقم بتاع السنة اللي فاتت. وفيسبوك قالت ان معظم الناس عملوا مكالمات جماعية في اليوم ده واستخدموا المؤثرات التطبيق والالعاب النارية، وان انت بتغير شكلك وتظهر العاب نارية حواليك طبعا عشان ايه، يحسوا ان هم في راس السنة لان الناس كلها كانت قاعدة في البيت. وبرضو فيسبوك اعلنت ان في 55 مليون لايف اتعملوا على فيسبوك ليلة راس السنة. تعالوا بقى نروح لاخر خبر معانا، وهو انتهاء عصر ادوبي فلاش بلاير. طبعا الناس القديمة كلها عارفة ايه هو ادوبي فلاش بلاير اللي اطلقوه في عام 1996. البرنامج ده زمان كان بيعتمد على حاجة كتير جدا من ضمنها اليوتيوب. انت لو ما كانش عندك ادوبي فلاش بلاير ما كنتش بتعرف تشغل يوتيوب اصلا، ولكن بعد بقى صدور ال HTML5 ففي حاجة كتير جدا بدأت تعتمد على البراوزر نفسه ومبقتش تستخدم ادوبي فلاش بلاير، ولكن دلوقتي المتصفحات الاساسيه مبقتش تدعمه، ومايكروسوفت اصلا نفسها بدأت تعمل له حظر من بعض اصدارات الويندوز، وشركة ادوبي اعلنت ان هي هتوقفه تماما في 12 يناير الجاي. وكده احنا خلصنا. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتنزلوا تشتركوا في القناة، تابعونا على فيسبوك وانستجرام علشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو جديد. سلام.